مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. عندنا مواضيع كتيرة جدا 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 النهاردة، ومواضيع متعددة. مصر تدين محاولة اختيار رئيس الوزراء. أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 4 نوفمبر الجاري عن إدانتها لرئيس وزراء الباكستاني السابق محاولة اختيار رئيس الوزراء باكستان السابق عمران خان، وأكدت مصر على تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، متمنيا سرعة الشفاء للرئيس الوزراء السابق وكافة المصابين. الجاهل أو الجاهل ابن الجهل، بقلم شريف منصور. وعلى مر التاريخ الجاهلي تمكن الجهل في حكم أعظم حضارة في تاريخ البشرية، عندما كانوا ينتقون الأحجار لمسح مؤخرتهم كان المصريين يعلموا العالم معنى النظافة، وعندما كانوا يقولوا أن الشمس تنطفئ في بئر حمنا كان المصريون يعاينون زوايا الكون ويلقوها بمباني لا يستطيع أحد يومنا هذا تقليدها. هل تعرف عزيزي القارئ أن الجسم البشري مصمم تصميم رائع إلى أن تأتي الخلايا العفنة المسماة بالسرطان لكي تنقض عليه وتبطنه وتقضي عليه من 1400 سنة، وخلايا السرطان تحاول أن تسيطر على جسد البشرية، وخلقت من أعنف المخلوقات وأكثرهم ضرراً رجال الدين لإزالة لكي يتحكموا في جسد الحضارات الإنسانية. معظمهم كان فعلا في المدارس وأقل ذكاء وأقل فهم، وإن أقول منهم أقلهم ذكاء كنا نراهم معنا في الفصول يتكلمون بلغة متخلفة متعصبة، ولم نلتفت لهم لأننا كنا نحسبهم مغيبون. تخيلوا اليوم تمكن المغيبون من الأصالة وأصبحت تعطي للأصل أوامر تناقض كل ما ده هو من منطقي وحقيقي. هل مصر كانت أو في احتياج للمتدينين؟ مصر الحضارة، مصر التقدم، مصر رمز التوحيد قبل كل العصور. لا نحتاج لمتخلفين عقليا وإنسانيا كي يفرضوا عليها مخلفات العقول إن لا آدمية. مر على العديد من أقاويل المتخلفين السلبيين وأسيادهم إخوان الغيرة أو الغبرة يدعون أن النصارى، ولا أعرف من هم النصارى، بعض المتواجدون في جزيرة العرب. للعلم يا أغبياء العالم من السلبيين والإخوان إن المسيحيين لا يعبدون الصليب. الصليب مجرد رمز لفداء الله للبشرية من معتقداته المغلوطة التي طلبها بإرادته عندما خالف وصايا الله. كما أشفق عليكم لأنكم من كان نشأتكم في حفرة بالصحراء، لا أعترض أو أمانع ولا أهتم من عبادتهم. اعبدوا من تشاءون حتى لو طمس عقولكم وغيبت في عصرنا الحالي. للعلم كلما أصبح السرطان يهدد البشرية سيسعى البشر الأسوياء لاستئصال هذا الورم الخبيث. هذا ما قاله بقلم شريف منصور. فيديو عامل النظافة يدخل عالم الغناء الشعبي بدويت مع عصام شعبان عبد الرحيم. لا أعرف ما هو السبب لعامل النظافة الذي أصبح ترند على مستوى جمهورية مصر العربية. كشف المغني الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم عن أن عامل النظافة صاحب وقعة الطرد من مطعم كشري التحرير سيشارك غناء أغنية دويتو، وأنه اكتشف أنه الأخير يمتلك موهبة الغناء، مرة سواق ومرة مغني، شيء جميل قوي. ونشر عبد الرحيم على حسابه على الفيسبوك صورة ومقطع فيديو برفقة محمد عامل النظافة، وكتب انتظروني عصام شعبان عبد الرحيم ومحمد عامل النظافة، واسم شهرته الجديد محمد الجدع في غنوة جديدة اسمها إزاز وجري. ومنذ أيام ضاقت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لعامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير أدلى خلاله بتصريحاته اعتبرها الكثيرين مستفزة، وأنه يعيش بدور النجم بعدما طرده موظف من المطعم بسبب ملابسه، حيث أصبح حديث الإعلام جانب حملة الدعم الواسعة له من قبل فنانين وإعلاميين ومواطنين. وقال عامل النظافة في تصريحاته المتلفزة: بمشي بالشارع وكل واحد يقول لي عايز أتصور معاك، عاوزين نعمل معاك لايف، انا ما اقدرش اقول لهم لا، غصب علي لازم اتصور معاهم، ما ينفعش احرجهم، كلنا بشر وكلنا واحد، ولا ينفع ان انا احرجهم ولا احرمهم من هذا النعيم الكبير. نعيم واين نعيم؟
فيديو شيق الأزهر ملتقي البحرين الثمرات المرة للصراع في الشرق والغرب يجني الإنسان حروبا ودماء وتدميرا وفقرا ويتم وترمنا وتشريدا ورعبا من مستقبل نقول. ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كلمة في ختامه أعمال ملتقى البحرين لحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني بحضور البابا فرانسيس وملك البحرين، وجاء بنص كلمته: ملتقى البحرين تاريخ لما يضمه من قامات كبرى من العلماء والحكماء وقادة البكر وكبار السياسيين والإعلاميين وغيرهم في شرق البلاد وغربها، وكذلك هو يستحق أن يتوقف التاريخ عنده ليسجل كلماته وتوصياته بأحرف من نور. هذا الملتقى صوت ينبعث من البحرين، هذا البلد العريق صاحب المراصد التليد فيه الجنوح والسلام والتسامح وتعايش الحضارات والثقافات وحوارتها وتحويل ما يلائم منها إلى مصدر طاقة خلاقة ممتعة تصب في اتجاه الاستقرار المجتمعي والتطور الاجتماعي البناء. وكلام كثير وكثير وكثير، وليس لدينا الوقت لكل ذلك. دكتورة مايا مرسي سعيدة بحضور وحفل توقيع كتاب البابا تودروس سنوات من المحبة لله والوطن تقديم رئيس مصر السابق، وتسنى بتصريحات البابا بحب الوطن. شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس فعاليات توقيع كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن بحضور عدد من الوزراء والوزارات والدكتورة غادية والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وعدد من الخبراء والمسؤولين ونخبة من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحابيين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بحضور حفل توقيع كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن من تقديم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية مصر العربية السابق وتحريره بعلم الإذاعية المحترفة شيرين عبد الخالق قائلا: سيفونية جميلة عزفت بالأمس، حوارات ودروس من قداسة البابا تودروس عفوا وتابعت ما قرأته ان هذه اللحظة هو قصة حياة واضحة، كما عبرت الدكتورة مايا مرسي عن اعجابها بكلمات البابا تودروس خلال الحفل بضرورة ان نعلم ونعلم الاجيال الجديدة ان مصر عمود الخيمة العربية وان اعمدة المجتمع المصري هي الجيش والشرطة والقضاء والازهر والكنيسة الثقافة والهوية، وان وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن، مؤكدا ان هذه الرسالة هامة جدا لجميع الأمهات والآباء. ووجهت التحية للإذاعية والإعلامية القديرة شيرين عبد الخالق. خبر آخر: فيديو شاكيرا تقبل قدمي ولديها في المستشفى وتجني إشادات واسعة لحبها واهتمامها لأبيها. عرض برنامج عرب وورد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو المغنية الكولومبية شاكيرا ظهرت خلاله من وهي تقبل قدمي والدها في المستشفى، وساعدت شاكيرا والدها بالقيام ببعض التمارين والعلاج الطبيعي لساقه، ثم راحت تقبل قدمي بسعادة كون حالته الصحية تحسنت بعد تعرضه للسقوط. وشاهدت منصات التواصل الاجتماعي شهادات واسعة بشاكيرا لتقبيل قدمي والدها، حيث أبدى مغردون أعجابهم بطريقة شاكيرا في معاملة والدها والتي لا تخلو من الحب والرحمة. ومن آخر فيديوهاتنا: وفاء الإخواني إبراهيم منير المدرج على قوائم الإرهاب. غياب الموت في لندن إبراهيم منير القائم بأعمال الإخوان الإرهابية مرشد جماعة الإخوان الإرهابية عن عمر يناهز 87 عاما. وكان منير من ضمن المطلوبين للجهات الأمنية، وصدر قرار بإدراجه على قوائم الإرهاب وحكم عليه مع القيادة عبد المنعم أبو الفتوح بالمؤبد لنشر أخبار كاذبة. شكرا لكم مع تعليقاتكم وجمالكم، وأرجو الاشتراك في القناة الملك الأمير، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.